مولاي. في الباب عبد العزيز القادري. النحوي والعلامة فليدخل. وهل مثل هذا النحوي الجليل بحاجة إلى إذن للدخول علينا؟ هيا عجل. ولكن لو سمح مولاي، أقترح أن نتفكه بجلسة. نتفكه؟ كيف؟ أنت تكره أن تسمع لحنا في كلام محدثك. نعم والله إني أكاد أخرس إذا سمعت اللحن. وأنا يا مولاي يأتيني الرجل ليكلمني في حاجة يستوجبها ويستحقها معه، فيلحن في كلامه فأرده عنها، وكأني أقضم حب الرمان لبغضي استماع اللحن. حسنا تفعل، ولكن كيف تريد لنا أن نتفكه بمجلس هذا النحوي الجليل عبد العزيز القادري؟ متى لاحنوا علي؟ متى لاحنوا علي؟ نعم يا مولاي، نتحدث إليه فنلحن في كلامنا. لا بأس، فنروح قلوبنا ساعة، لأن القلوب إذا كلت عميت. هيا ادع إلينا هذا النحوي الجليل. أمر مولاي. أطال الله بقاءك وحفظ عليك سلامة النطق والعمل. تفضل. حلت بديارنا البركة، أمتع مجلس مجلس أمثالك يا سيدي. ليت صديقنا النحوي أبو مازن كان معنا. أتلحن يا سيدي؟ قل ليت صديقنا النحوي أبا مازن. على كل حال، ما أخبار أبو مازن؟ أنا لم أره منذ مدة. أعوذ بالله، أعوذ بالله. أنت أيضا تلحن يا مولاي؟ أمس مر بي أبي مازن. هذا لا يطاق، هذا لا يطاق. ذوقي ذوقي، هذا جزاؤك في مجالسة الأنذال. إنه يكره اللحن أكثر منا يا مولاي. ألم تخش بطشنا أيها النحوي الجليل؟ ليس للاحن حرة. هات رأسك وقبلها.